أواجه وأتعامل إزاي مع ده؟ بكلام رسمي برضو رد على هذه المنظمات، وبرضو خلينا نكبر شوية في الموضوع على وسائل، بعض وسائل الإعلام الأجنبي على خلفية مثلا حصل من نيويورك تايمز. الدولة المصرية أو منظماتها أو المنظمات الحقوقية والإعلام يرد، ولا شايف إزاي تكون المعالجة؟ هو إحنا الحقيقة زي ما إحنا قاعدين النهاردة كده، إحنا بنرد، إحنا بنقول اللي عندنا، المعلومات اللي عندنا. وده نرجع لنفس التقرير نفسه بتاع هيومن رايتس ووتش، او حتى المقال اللي اتكتب في الجرايد الاجنبيه. الفكره كلها ان انت كاعلام او كحد بيتقصى حقائق، المفروض بتشوف الروايتين، بتشوف روايه الدوله وروايه الناس اللي شايفه ان في انتهاكات. لكن اللي بيحصل منهم ان هم لا، هم بيشوفوا الروايه اللي تضر الصوره المصريه بس، ودي ازمه. يعني انت بتتكلم دلوقتي ان في لجنه زي لجنه العفو، بتتكلم في مجلس، مجلس قومي لحقوق الانسان، بتتكلم على لجنه حقوق الانسان في البرلمان. هيومن رايتس ووتش ما راحتش اتكلمت معاهم، ما سالتهمش عن حاجه. ودي منظمات المفروض او جهات المفروض هي معنيه بالقضيه دي دلوقتي. وده يسبب ازمه ان انت، طب انت ليه مستهدف الاستهداف ده؟ لما تيجي تبص كمان على يعني معالجه الناس دي بقضايا دول ثانيه، يعني احنا في دول ثانيه كتير قوي فيها انتهاكات عديده لحقوق الانسان، منها امريكا نفسها دلوقتي. امريكا نفسها فيها انتهاكات قويه جدا لحقوق الانسان. بنتكلم على حقوق اللاجئين، بنتكلم على ازاي في عنصريه ضد المكسيك، ضد المسلمين، ناس تعرضت لانتهاكات داخل السجون، حالات من الاعدام كبيره، كل ده بيحصل. بنتكلم على اسرائيل بيحصل فيها ده، بنتكلم على تركيا بيحصل فيها ده. ليه مصر تحديدا؟ ما هو ده سؤال لازم نساله. يعني في علامه استفهام كبيره جدا. يعني انا هقول ده في متعلق في المقارنه بين الدول، شوفي تقرير الهيومن رايتس ووتش فيما يتعلق بالعمالة اللي كانت شغالة في المنشآت الرياضية في قطر المتعلقة باستادات كاس العالم 2022 اللي جرى فيها انتهاكات كبرى متعلقة بحقوق العمل ومتعلقة بالتعذيب والمعاملة غير الأدمية. والتقارير اللي بتطلع عن مصر، هتلقى أنه التقارير اللي بتطلعها هيومن متعلقة بقطر بتبدأ بشكر الحكومة القطرية على تعاونها، وبعد كده تقول بس ما تعملوش الحكايه دي تاني. اسمحي لي اكمل. رغم انه في اثباتات جسيمه على التعذيب والممارسات غير الادميه اللي جرت للعماله اللي شغالين. لو في راجل شاعر كتب شطر بيت بيتكلم على انه ربيع العربي يزور قطر، الراجل ده خد مؤبد. يعني ده غير بقى اصلا ان احنا لما بيجوا برضو، احنا اتكلمنا على تناول الموضوع من فكره الحياديه، لكن كمان تناول الموضوع من فكره المهنيه وتعريفات الاشياء بيستخدموها بطريقه غريبه قوي ضد مصر برضه. يعني موضوع الاختفاء القسري زي ما قال محمد، لا هم ما بصوش تقريبا على تعريف الاختفاء القسري في الميثاق العالمي لحقوق الانسان، ما بصوش عليه فعلا. حاجات زي التعذيب ووضع السجون وي 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 اعداد الناس اللي بنتكلم عنها دي، دي حاجات مهنيه تقول ان المنظمه دي هي مش منظمه حقوق الانسان اصلا. يعني في ازمه في ده، ان انت مهنيا ما بتتابعش الموضوع ولا بتتناول الموضوع بشكل مهني متوافق عليه العالم. فدي ازمه فعلا، ما اعتقدش ان احنا المفروض نرد عليها. احنا المفروض نكمل في طريقنا في الاصلاح في الملف ده، زي ما بيحصل اصلاحات في جميع الملفات بشكل مباشر، وما ننتبهش لكل الكلام ده. ده كلام واضح تماما لكل العالم ان هو ليه استهداف سياسي، ليه استهداف من الحاله المعنويه للمصريين، عايز يخلق صوره ويشوه الصوره المصريه لدى العالم ولدى المستثمرين. فده ما نجاوبش عليه الا بخطوات على الارض، زي ما شغالين دلوقتي في لجنه العفو. بنتكلم في ان احنا الفتره اللي جايه هنتعامل مع الشباب بشكل مختلف تماما. ممكن في